أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة. شكلكم مستعدين لأهم يوم من أيام الأسبوع المقدس، أسبوع البصخة المقدسة. حضرتك قلت لنا إن النهاردة يوم مهم جدا وإحنا عايزين نعرف إيه اللي حصل. النهاردة أحداث كتير جدا هتحصل، رحلة طويلة. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. السفرة الطويلة دي كلها شكلها مائدة أو سفرة اجتماعات، بس دي شكلها متجهزة ومتوضبة لحاجة مهمة. احنا فين يا عم سمعان؟ ده المكان اللي اختاره الرب يسوع علشان يحتفل بعيد الفصح مع تلاميذه. المكان ده اسمه علية، علية في بيت مريم أم مرقس. والعلية دي عبارة عن أوضة بتبقى فوق البيت علشان الضيوف، وبيبقى دايماً ليها سلم من بره عشان الضيوف يقدروا يطلعوا وينزلوا للعلية دي من غير ما يسببوا إحراج ولا ليهم ولا لأهل البيت. إحنا كده عرفنا العلية. إيه بقى عيد الفصح؟ أنا بحب الأعياد جداً، لكن إيه هو عيد الفصح ده؟ عيد الفصح ده أهم عيد عند اليهود، لأن فيه بيفتكروا إن ربنا خرجهم من أرض مصر بعد عبودية 400 سنة. عارفين كلمة فصح يعني إيه؟ فصح يعني بصخة باللغة العبرية، ويعني عبور، لأن في شعب بني إسرائيل خرجوا من أرض مصر وعبروا البحر الأحمر وانتصروا على فرعون. أنا فاكرة القصة دي، دول كانوا ناس كتيرة جداً وخرجوا في ليلة واحدة وكانوا مستعجلين قوي. بالظبط كده يا مريم، عشان كده من أهم الطقوس بتاعت العيد ده إن هما ما بيقعدوش يخبزوا العيش الكبير المتخمر ده عشان بياخد وقت كتير، لكن بياكلوا الفطير الرفيع اللي ما بياخدش وقت عشان مستعجلين وخارجين كده بسرعة. عشان كده بيفضلوا ياكلوا فطير لمدة 7 أيام. وإحنا في أنهي يوم من الـ7 أيام؟ إحنا لسه في اليوم الأول يا بيتر، أول يوم اسمه عيد الفصح، لكن الـ7 أيام على بعض اسمهم عيد الفطير عشان ما بياكلوش حاجة غير فطير. فطير يعني ايه ده؟ انا سامع صوتهم جاي على هنا. تعالوا تعالوا لما نشوف ايه اللي هيحصل. شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم، لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. خذوا كلوا، هذا هو جسدي، اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. الله، يا بختهم قاعدين مع الرب يسوع وبيأكلوا ويشربوا من إيديه. نفس الكلام اللي أبونا بيقوله قبل التناول. عندكوا حق، في اليوم ده أسس الرب يسوع سر التناول، وكمان اسمه سر الشركة عشان كلنا بناكل جسد الرب يسوع وبنشرب دمه، وكمان اسمه سر الإفخارستية يعني الشكر، عشان الرب يسوع شكر وقسم وأعطى للتلاميذ. كمان إحنا كلنا بنشكره على جسده ودمه اللي بيقدمهم لينا. إيه ده؟ هما قايمين رايحين فين؟ تعالوا معايا اوريكم. ايه البستان ده؟ ده المكان هادي وجميل قوي بالليل. ده الواحد ممكن يقعد في الهدوء ده ياخد اجمل خلوه كده مع نفسه. شمين ريحه شجره الزيتون الجميله دي. فعلا يا بيتر، المكان ده
اسمه بستان جثماني وموجود في جبل الزيتون. المكان ده كان الرب يسوع دايما بيحب يقعد هنا في هدوء. ايه ده؟ بصوا، المرة دي الرب يسوع مش جاي لوحده، ده جاي ومعاه 3 من تلاميذه. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. يلا تعالوا. نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ايه ده؟ ده الرب يسوع شكله متضايق وزعلان قوي. اهو هو هناك راكع جنب الصخرة. هدوء، احنا دلوقتي في لحظات مهمة جدا، والرب يسوع حزين على خطايا البشرية كلها. يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد بل كما تريد أنت. ده بقاله فترة بيصلي وشكله تعبان. الحق يا عم سمعان، ده التلاميذ ناموا وسابوه. أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعيف. يا أبتاه، إن لم يكن أن تعبر عني هذا الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. إيه ده؟ شكلهم ناموا تاني، شكلهم تعبانين. أهو الرب يسوع رايح لهم تاني. إيه ده؟ ده سابهم نايمين ورجع يصلي. الرب يسوع لغاية النهاردة بيقول لنا اسهروا وصلوا في كل وقت، وإحنا كتير كتير قوي بنسيبه وننام. أنا فعلا بكسل أصلي بالليل، بس من هنا ورايح هنصلي ومش هنكسل. أنا فرحان بيكم جدا يا ولاد. إيه ده؟ ده رايح لهم للمرة التالتة. ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. هو أكيد قصده يهوذا مش كده؟ بصوا في ناس كتير جايين من هناك ومعاهم نار وعصيان. زي ما قلتلكم يهوذا هو ماشي قدامهم. ليه بس كده؟ استنوا عشان نشوف ايه اللي هيحصل. الذي أقبله هو امسكوه. السلام يا سيدي. يا صاحب، لماذا جئت؟ دول بيقبضوا على الرب يسوع. انا فعلا زعلت، ليه بس؟ هو عمل لهم ايه؟ ابعدوا ايديكم، ده بريء. اهدوا بالراحة، الرب يسوع عارف كويس قوي ايه اللي هيحصل. هو اللي اختار الطريق ده، هو اللي اختار الطريق الصعب. ايه الطريق الصعب ده؟ اوعى تسيبنا يا عم سمعان، احنا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل. ما تستعجلوش، بكرة اعظم يوم مر على البشرية كلها. اوعى تتأخروا. باي باي. باي يا عم سمعان.